هل إذا لم يبتلى المسلم فيعني ذلك أن الله ساخط عليه؟ ما هو بلزوم، قد يكون لم يبتلى لأنه لا يصبر، قد يحصل منه جزع ويحصل منه، فالله عليم حكيم سبحانه، يمسك عنه العقوبة لئلا يهلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كانت المصيبة قد وقعت بسبب فعل العبد فهل يكون؟ ولهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث عن الله جل وعلا أنه إذا علم من عبده أنه لا يصلح، قال: من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لو أغنيته لأفسد ذلك عليه دينا، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، من لا يصلحه إلا الغنى، فلو افتقر أفسد ذلك عليه دينا. الله يغني ويفقر بحكمته وعلمه بحال العبد مع النعمة ومع النقمة، هذا من رحمة الله ورأفته بعباده. نعم.